هل تتوقع ان يكون هناك اعتذار من مرتضى منصور بعدما بدر منه من كلام جارح في حق عبد الحكيم سرار؟ لا اعتقد ذلك، والله اعلم كل شيء وارد طبعا في كره القدم، بس ما اعتقدش مصطفى منصور ممكن يعتذر. لماذا؟ لان هو بيتبنى وجهه نظره ان يعني اللي هو الكلام اللي قاله في الفيديو اللي حضرتك عرضته، ان هو ان هو كان مخلص كل حاجه مع الطيب ثم دخل الاهلي، يعني الامور يعني مش عارف اقولها لك ازاي، يعني هي الامور داخله فيها طبعا، هي تبقى كده، الاهلي يخطف صفقه من الزمالك، الزمالك بيتكلم، الزمالك بيخطف صفقه من الاهلي، الاهلي بيتكلم، وهكذا، هي الامور دي عاديه جدا. الفرق بس المره دي ان هي ايه، في طرف ثالث خارج مصر اللي هو وفاق السيف الجزائري، فعشان كده يعني كان موجود في النص، لكن الامور دي عندنا للاسف بتحصل زي ما حضرتك تقريبا فتره، ده نوع من الحرب البارده وتظل قائمه الى يوم الدين يعني.